بدأ بالفعل كما كان منتظرا المعسكر التدريبي في الجانب الزراعي والرعوي الذي وعدت به منظمة ايا بودكام هنا في ولاية السلامات، حيث وفد المشاركون من كل مدن البلاد بغرض الاستفادة خلال المعسكر ليكون لهم بعده نصيب في تكوين مشاريعهم الخاصة. ففي خطابها الافتتاحي للدورة الثالثة للمعسكر التدريبي، رئيسة منظمة ايا بودكام اوضحت بان هذا المعسكر الى جانب اهدافه الاساسية سيكون فرصة للتلاهم بين الشباب. نشولوا الجن نقول لهم اليوم ده تشاد انينا ريش، اليوم ما ممكن انينا في تشاد نجيبوا اكل من برا. نلموا الجن انسامبل، نقودوا سوا، نفكروا سوا في الديفلوبمنت جرار هنا بلدنا. حاكم ولاية السلامات أوضح بأن كل هذه الأعمال جاءت بفضل الأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد. وأهلي تمابيدا اليوم أنتم ما تقدروا تجوا في سلامات ما تقولوا كيف نرقوا راسنا وعافية رانا ومن اللي أسبوع قايل معنا ده إنا وراسنا كله معكم عشان إن شاء الله يكمل بعافية والسلامة. من مدينة أم التيمان أعلنت رئيسة منظمة أيا بودكام فاطمة سكر طراب بأن مثل هذا المعسكر التدريبي الذي يؤهل الشباب في الجانب الزراعي والرعوي وصيد الأسماك سينظم كل عام على التوالي بمختلف مدن البلاد.